السلام عليكم أصدقائي، أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة ومستعدين لدرس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. هذا درسنا 38 لتعلم الألمانية. في هذا الدرس أعددت لكم يعني كوكتيلا جميلا من الكلمات ومن الجمل ومن المفردات المهمة جدا لتعلم الألمانية، لذلك أصدقائي أنصحكم بالتركيز جيدا وإحضار قلم وورقة لكي تكتبوا جميع هذه الكلمات وهذه المفردات وتبتدئوا بحفظها إن شاء الله. إذن أصدقائي ركزوا معي في هذا الدرس ولا تركزوا في هذا الأسد، فقط في هذا الدرس. حتى أنا يخيفني هذا الأسد صراحة، لذلك لا أستطيع يعني أن أقوم وأذهب إلى مكان آخر لعمل الفيديو لأنه يخيفني، أخاف أن يخرج لي في الليل. فلنبدأ أصدقائي على بركة الله في درسنا 38. في البداية سنتعلم بعض الكلمات البسيطة في الوجه، وسنتعلم بعض الأشياء أيضا عن الشعر وألوان الشعر، ويعني سنتعلم أشياء أخرى عن يعني المظهر، عن وصف الشخص، عن الإعجاب بالشخص إلى آخره. يعني درس مفيد ومهم جدا جدا أصدقائي، فلنبدأ على بركة الله. دي ناز، دي ناز يعني أنف، الأنف. دي ناز الأنف مؤنث، والجمع دي نازن الأنوف، مجموعة يعني أنوف، جمع أنف أنف أنوف. دي نازن، دي نازن هو الجمع، المفرد دي ناز، الجمع دي نازن. الأذن داس أوغ، داس أوغ، داس أوغ. دي أوغن، دي أوغن هو الجمع، جمع الأذن. دي أوغن، دي أوغن. داس أوغ، داس أوغ، داس أوغ هي العين، عين واحدة. جمع عين دي أوغن، العيون. دي أوغن، دي أوغن، دي أوغن. الفم داغ مون، دير موند، دير موند، دير موند. الجمع يعني مجموعة من يعني جمع فم، دي موندا، دي موندا، دي موندا، دي موندا. الآن أصدقائي نمر إلى الشعر وكل شيء متعلق بالشعر، يعني طول الشعر، لون الشعر إلى آخره. يعني شعرة، شعرة داس هاغ، داس هاغ، داس هاغ. والشعر دي هاغ، دي هاغ، دي هاغ. قصير كورتس، كورتس، كورتس. طويل لانج، لانج، لانج. مثلا أنا شعري قصير، إيش هاب كورتس هاغ، إيش هاب كورتس هاغ، يعني أنا شعري قصير، إيش هاب كورتس هاغ. ومثلا لو كان شعرك طويل تقول إيش هاب لانج هاغ، يعني أنا شعري طويل، إيش هاب لانج
هاغ إيش هاب لانج هاغ مجعد لوكش 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 مثلا ماين هاغ زند لوكش يا شعري مجعد يعني مجعد ماين هار زند لوكش ماين هار زند لوكش لوكش ناعم غلط 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 ضفرة ضفرة دير تصوف دير تصوف دير تصوف الجمع ضفرة جمعها هو دي تصوف دي تصوف دي تصوف صلع دي غلاتس دي غلاتس دي غلاتس وجمع صلع دي غلاتسن دي غلاتسن دي غلاتسن والآن أصدقائي نمر إلى ألوان الشعر دي هاغ فاغب لون الشعر دي هاغ فاغب دي هاغ فاغب وجمع هذه الكلمة يعني ألوان الشعور دي هاغ فاغبن دي هاغ فاغبن دي هاغ فاغبن أشقر بلوند 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 يعني شعره بني براون 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 أحمر يعني شعر لون أحمر غوط 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 والشعر الأسود شفارتس 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 والآن أصدقائي سنمر إلى بعض المفردات المهمة وبعض المفردات والكلمات والجمل المفيدة التي أنصحكم بتعلمها سنبدأ على بركة الله أصدقائي Aussehen eine bestimmte Farbe Figur oder Größe haben يعني أن يكون عندك لون معين أو شكل جسمك يكون معين أو حتى طول قامتك معين سنأخذ مثالا أصدقائي Meine Freundin sieht immer gut aus. Sie ist sehr hübsch. Meine Freundin, صديقتي, sieht immer gut aus. هي دائما مظهرها جميل. Sie ist sehr hübsch. هي جميلة جدا. Sehr هي جدا أو كثيرا. Hübsch جميلة. كما لاحظتم أصدقائي فعل أوسزين أي المظهر عندما تكتبه في جملة فهو ينقسم إلى قسمين بحيث أن القسم الأول يأتي وسط الكلمة والقسم الثاني من الفعل يأتي آخر الكلمة لذلك انقسمت كلمة أوسزين إلى زيت أوس مثلا أنت مظهرك جميل تو زيست جود أوس ركزوا معي في هذه الكلمات يعني لا تقلقوا فحاولوا فقط معرفتها وحفظها ومعرفة بأن كلمة أوسزين عندما تريد أن تركبها في جملة يجب دائما أن تقسمها ودائما أوس تأتي آخر الكلمة وزين هي من تقوم بتركيبها يعني في الفعل دير بارت اللحية bei Männern Haare am Kinn und am Wagen هذا هو شرح كلمة اللحية bei Männern Haare am Kinn und am Wagen يعني هو الشعر الذي ينبت في وجه الرجال
Mein Onkel hat einen langen Bart. Mein Onkel hat einen langen Bart. يعني خالي أو عمي عنده لحية طويلة. بشخايبن وصف، عندما تصف شخصا ما وصف. إركليرن في أين بيرزون ودا أين زخة إست und aussieht. Erklären, wie eine Person oder Sache ist und aussieht. يعني تشرح شيئا ما كيف هو مظهره، ويعني تشرح شخص ما. بيرزون هو شخص، أو زخة هو أي شيء، يعني تصف مظهره، عندما تصف مظهر شخص ما أو عندما تصف أي شيء. فهو بشخيبن وصف. Der Junge hatten die bei der Polizei genau beschrieben. Der Junge hatten die bei der Polizei genau beschrieben. Der Junge هو الشاب. Der Dieb هو اللص. Polizei هي الشرطة. والجملة تعني بأن الشاب وصف للشرطة وصف للشرطة أوصاف اللص، يعني كان هناك يعني شاب عند الشرطة ووصف لهم أوصافه، يعني كيف عينيه، جسمه، شعره إلى آخره. بلاس شاحب. بلاس شاحب. أين ذا هيلهاوت؟ يعني لون بشرته شاحبة. Du bist so blass im Gesicht. Bist du krank? وجهك شاحب جدا. أو شاحب. هل أنت مريض؟ Gesicht هو الوجه. وكرانك هو مريض. Du bist so blass im Gesicht. أنت شاحب جدا في وجهك. أو وجهك شاحب جدا. Bist du krank? هل أنت مريض؟ فيندن كيف تجد شخصا، يعني كيف تجده، مظهره، شكله، أوصافه، أخلاقه. Über eine Person oder Sache eine Meinung haben، عندما يكون لك رأي عن شخص أو عن أي شيء. Über eine Person oder Sache eine Meinung haben. Meinung هو رأي، رأيك. Diesen Lehrer find ich nett. هذا الأستاذ أجده طيب جدا. إنه أستاذ طيب، أستاذ أخلاقه جميلة. Diesen Lehrer find ich nett. Gefallen إعجاب. Gefallen. Gefallen. Eine Person oder eine Sache hübsch finden. عندما تجد شخصا ما أو شيئا ما جميلا. Du gefällst mir sehr. Du gefällst mir sehr. أنت تعجبني جدا. Das Gesicht. الوجه. Das Gesicht. الوجه. Das Gesicht. Das Kind hat ein schönes Gesicht. Das Kind hat ein schönes Gesicht. الطفل عنده وجه جميل. هذا الطفل عنده وجه جميل. Hässlich. 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 ليس جميل. يعني hässlich هو قبيح. قبيح. هسلش قبيح، يعني ليس جميلا. هبش جميل. هبش. هبش. دير كوبف الرأس. دير كوبف الرأس. ماين أوبا هات أينن غندن كوبف. ماين أوبا
hat einen runden Kopf. Mein Opa, هو جدي. Mein Opa, جدي. رأسه دائري. دائري. Rund, هو الشيء الدائري. Sich schminken. أي على الميك اب. الميك اب للوجه. يعرفه البنات ويعمله البنات يعني في الوجه الميك اب. Sich schminken. Sich schminken. Das Gesicht mit Make-up bemalen, damit man schön oder lustig aussieht. Das Gesicht mit Make-up bemalen, damit man schön oder lustig aussieht. يعني الوجه عندما تستعمل الميك-up في الوجه. لكي يصبح الإنسان جميلا أو مضحكا. لستش هو مضحك. Meine Mutter schminkt sich jeden Morgen. Meine Mutter schminkt sich jeden Morgen. يعني أمي تستعمل الميك اب كل صباح. Jeden Morgen هو كل صباح. Jeden كل. Jeden Tag كل يوم. Jede Woche كل أسبوع. Jeden Monat كل شهر إلى آخره. Die Sommersprosse. Die Sommersprosse يعني النم. النمش الذي يكون في وجه بعض الأشخاص. جمع الكلمة هو Die Sommersprossen. Die Sommersprossen. Kleine braune Flecken am Körper, die von der Sonne entstehen. Kleine braune Flecken am Körper. يعني نقاط صغيرة على الوجه التي تأتي بسبب الشمس. Sonne, الشمس أو شمس. Sonne. Im Sommer habe ich auf der Nase viele Sommersprossen. في فصل الصيف. Im Sommer. Sommer هو الصيف. Habe ich auf der Nase. Habe ich auf der Nase. يعني عندي فوق أنفي. Viele Sommersprossen. نقاط كثيرة. يعني نمش كثير. أصدقائي انتهى درسنا لهذا اليوم. أتمنى إن شاء الله أن يكون قد أعجبكم. الآن سنمر إلى التمرين المنزلي. التمرين المنزلي هو أن تكتب لي لون شعرك أسفل الفيديو. تعلمنا في هذا الفيديو أنه يوجد 4 ألوان معروفة للشعر. هناك الشعر الأشقر بلوند، الشعر البني براون، الشعر الأحمر غوط، أو الشعر الأسود شفارتز. اكتب لي أسفل أفسل أسفل اكتب لي أسفل الفيديو لون شعرك. أتمنى يعني من كل قلبي أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم. أنصحكم بإعادة هذا الفيديو مرات عديدة وحفظ الكلمات. سأكون جد سعيد إن أعطيتني لايك وقمت بنشر هذا الفيديو كي تعم الفائدة على الجميع. وقل لي ما هو رأيك في هذا الدرس. أعدكم بدروس رائعة وبدروس يعني ممتعة وكوكتيل جديد من الكلمات ومن المفردات الرائعة التي ستفيدكم في مساركم، مسار تعلم اللغة الألمانية. أشكركم وإلى اللقاء. وقنواتي تجدونها على ما أظن هنا، مارو فيلتشيو على اليوتيوب، مارو فيلت على الفيسبوك، ومارو فيلت على التويتر. أستودعكم الله، شكرا لكم ومع السلامة. وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله من دروس تعلم اللغة الألمانية. مع السلامة ودمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.